السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفنا ياريت تضغط اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو دوس لايك للفيديو من أسفل الفيديو. النهاردة معانا موقع لتعدين 5 عملات، الموقع جديد وأنصح الجميع بالاشتراك فيه، لسه في أوله. دي واجهة الموقع، من هنا التسجيل، تكتب هنا الاسم، الايميل، الاسم، الباسورد وعادة الباسورد، وهتحل الكابتشا وتدوس تسجيل زي اي موقع في التسجيل عادي. هنيجي من هنا للدخول، هنحل الكابتشا وهنجيب له صورة السيارة اللي هو محتاجها، تم تسجيل الدخول بنجاح. هندوس هنا زي ما انتم شايفين كده، دي واجهة الموقع من الداخل، 5 عملات التعدين عليهم ومدينهم الدولار. هنا من هنا بقى دي الصفحة الرئيسية، وهنا التعدين الصفحة اللي هي حاليا موجودة قدامنا. من هنا السحب، من هنا السحب العملة، بتكتب هنا المبلغ ورقم المحفظة، ومن هنا بتسحب. ومن هنا بتخش الشركات ديت، من هنا ده رابط الإحالة بتاعك بتنشره وبيجيلك عليه الإحالات بتاعتك. من هنا، هنا الإحالات، عدد الإحالات، ومن هنا إيراد الإحالات، وهنا تسجيل الشركاء، مستويين، المستوى الأول والمستوى التاني. ومن هنا صفحة الحساب بتاعك، هنا لو هتعدل على الإيميل هو هتعدل على اي حاجه، الباسورد او الايميل ممكن تعدل عليهم من هنا. من هنا الخروج بالحساب، دي الصفحه الرئيسيه اللي هي ايه للموقع من اوله. وبكده يكون انتهينا من الشرح، يا رب الموقع يعجبكم، ويا ريت تحاولوا تسجلوا فيه في اوله كده عشان تربحوا منه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.